ان شاء الله كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي. الحمد لله، يعني هو في مجمل الماتش الفوز مستحق، لكن ما فيش شك حصل هبوط في الاداء الشوط الثاني. سيراميكا ايمن الرمادي عمل تغيير كويس، كنا بنقول عليه الشوط الاولاني ان هو سايب نص الملعب خالص في بدايه الشوط، هو حس ان نص الملعب بيتاخد منه، نزل محمد توني اللي هو وسط الملعب ارتكاز، وطلع زلاكا رغم خطوره، او يعني ان زلاكا لعيب كويس، طلعه قلل المهاجمين، وابتدى محمد ابراهيم والقندوسي يبقوا يعني بيكملوا في نص الملعب، ما بقاش عندهم القلق الكبير لان بقى في محمد عادل والتوني، وانت في المقابل ابتدى الجهد البدني اللي مبذول في الماتشات اللي فاتت والتعب يحل عليك شويه، فابتدت السيطره تبقى متبادله، يعني ابتدى سيراميكا يخش في الشوط الثاني الى حد ما، وابتدى يوصل لمرمى مصطفى شوبير وقبلها الشناوي، حتى لو مش بخطوره كبيره بس بقى ليهم تواجد في نص ملعبنا. يعني مستر كولر دخل بتغييرات، الشحات كان لازم ينزل، هو ممكن كنا احنا متخيلين حد تاني، بس هو بيرسي برضو يعني المجهود اللي عمله في الماتشات اللي فاتت ما كانش ظاهر قوي، فنزل الشحات. خالد مكان معلول، هو طبيعي احنا كنا بنقول معلول يتغير لانه الجهد اللي بذله في الماتشات اللي فاتت حتى احنا كنا فاكرينه مش هيبتدي، بس يمكن كان في امل من وجهه نظرنا ان ممكن واحد زي خالد كريم الدبيس بيلعب برجله الشمال وبيلعب ناحيه الشمال وكان ماشي كويس، ما كانش موجود. رامي ربيعه مكان ياسر ابراهيم، ده تغيير اضطراري. ثم مودست مكان طاهر اخر ربع ساعه، برضو يعني وجهات نظر، يعني احنا برضو كنا شايفين انه كهربا كان ربع ساعه يعني بيعمل خطوره وكان يقدر ينزل، لكن ايا كان الماتش الشوط الثاني شويه غير الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كانت سيطره تامه من النادي الاهلي وضيع اربع فرص، الشوط الثاني الموضوع رايح جاي، يعني هم في واحد حسين الشحات قبل الجون على طول شالها حلو جدا من امام اعتقد جون ابوكا، كان رايح انفراد اتزحلق وطلعها من قدامه، قدرت امام عاشور اللي هو بذل جهد كبير النهارده في اخر دقيقه كره اتحرك من ناحيه الشمال عمل بيها خطوره كبيره لغايه لما لعبها بالعرض وربنا كرم، وهو ده اللي بنقوله انه بتحتاج التوفيق احيانا، خبطت في رجل جون ارسل ودخلت المرمى. لكن في مجمل اللقاء الاهلي هو الافضل وهو الاخطر وهو اللي فرصه اكتر وهو اللي عنده رغبه اكتر، كان بيسعى للفوز اكتر فعلا وبيسعى للفوز اكتر، ولكن مع اختلاف وتباين شوطين المباراه، لانك انت زي ما كابتن شريف قال كلمه الشوط الثاني انت مش منظم، يعني الماتش متساب رايح جاي، انت مش عامل الاستحواذ والسيطره في نص الملعب في تناقل الكوره وانك تسيطر على جو رتم المباراه الشوط الثاني، فعشان كده الشوط الثاني كان رايح جاي، لكن الحمد لله قدرنا احنا بالكره دي ان ننهي اللقاء الحمد وطبعا لله. في النهايه هو فوز مستحق، وكان صعب قوي النادي الاهلي ما يلعبش على المركز الاول في 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 وسط جماهيرنا دي كلها، ويعني تعتبر اكنك بتلعب بيعتبر اكنك بتلعب في مصر، يعني صحيح. احنا الفريق الوحيد من الاربعه جماهيرنا كلها حاضره والدوافع كبيره جدا، فكان مهم جدا ان احنا نكسب اللقاء، والحمد لله في النهايه ربنا اداهولنا يعني.